مهندس جبلان. طبعا يعني مبروك ويعني كل الشكر، يعني شكر كبير فعلا حقيقي لشعبان على هذا الكتاب، لانه بس اثار هذا الجدل وهذا النقاش، فده بحد ذاته يستحق الكثير. انا الحقيقه عايز اتكلم في حاجه، يعني شويه عايز اشوف حاجه ايجابيه ما تقلتش، يعني عايز اشوف جانب ما مشرق في اللحظه الراهنه. انا عايز ما يعني في بس ما تقلتش، يعني ده اللي انا عشان كده طلبت الكلمه عشان اقوله. عايز اقول انه يعني انا يعني واقف قوي عند فكره الحريات العامه والحريات الخاصه، وانه بدون حريات خاصه مفيش حريات، مفيش انطلاقه، مفيش ارتباط بالحداثه، التحاق بها الى اخره. لكن كمان ومفيش حريات خاصه من غير فصل الدين عن الدوله. يعني اصلا فكره الحريات الخاصه رايي الشخصي انها مرتبطه ارتباط اساسي بفكره فصل الدين عن الدوله. طب فين الايجابي اللي في الموضوع بقى؟ الايجابي اللي انا شايفه انه النهارده رغم انه في 30 40 سنه اللي فاتت الهجمات اللي حصلت علينا من الخليجيه والبدويه والفكر وهيمنه الفكر، افكار السلفيه في المطلق، كل الافكار السلفيه من كل نوع، رغم كل هذا الا ان المساحه اللي مساحه الانجازات في مجال قضايا النساء والمراه اعلى بكثير في ال 30 40 سنه اللي فاتوا من التراجع الثقافي، يعني بالقياس النسبي. رغم التراجع الثقافي الشديد لكن في تقدم نسبي اعلى ومتجاوز هذا التراجع. ده معناه ايه؟ ده انا بربطه الحقيقه بحاجات، يعني في حاجات كتير ما ينفعش مفيش وقت انها تتقال دلوقتي، لكن على الاقل لا نستطيع ان ننكر ونهمل ان في دور اتلعب في ال 30 40 سنه الاخيره من مقاتلات ومقاتلين في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وفي مجال طرح مش مساله الدفاع عن حقوق النساء بالمعنى الكلاسيكي التقليدي، لكن طرح ده، كل الطرح اللي اتقال ده النهارده هو نتاج 30 40 سنه من الاشتغال عليه. وانا هنا هو ما اقدرش انكر دور مقاتلات ومقاتلين. ومش صدفه ان هذا النقاش حوالين هذه القضيه النهارده، حوالين هذا الكتاب بالافكار دي بالموضوع بتاعه، ان يكون اللي عامله رجل. يعني اصل اقول ان دي فكره في حد ذاتها. هو في كام شعبان يعني؟ الحقيقه ان فيه، وانا تقديري انه في احنا ابناء اللغه العربيه الذكوريه، احنا ابنائها، احنا تربينا كده. احنا لغايه دلوقتي انا من ابناء جيل السبعينات، احنا كنا يسار اللي هو المفترض الاكثر تقدما والاكثر وعيا والاكثر ثقافه والاكثر، ورغم هذا ورغم هذا في وسط جيلنا كان نظرتنا بالمراه هي بالظبط جزء اصيل من علاقه كل المجتمع بالمراه، ما اتغيرناش. لكن للامانه بقى، لكن برضه للامانه والانصاف، انه في خلال ال 50 سنه الاخيره من بدايات جيل السبعينات لغايه النهارده، احنا بنتكلم على حوالي 50 سنه، انه جزء كبير جدا من ابناء جيلنا وشعبان منهم نقلوا وحصل في المجتمع المستور. لما نتكلم على القضايا دي حصل، انا تقديري ان حصل نقله ايجابيه جميله فيما يتعلق. كم واحده في اللجان المركزيه الاحزاب الشيوعيه؟ احنا انا طز في الاحزاب الشيوعيه وطز في اليسار. انا لا يعنيني هذا البانوراما على مستوى المجتمع انا رايي ان قضايا النساء بالمعنى الذي طرح النهارده بكل وجهات النظر اللي اتقالت بكل جمله وكل كلمه اتقالت، حصل فيها نقله
كيفية إيجابية كبيرة جدا، وإن ده يعود إلى جهود ونضالات متجاوزة حتى الواقع الثقافي المتردد. شكرا يا شعبان، وإنك عملت ده، وفعلا منتظرين المزيد. شكرا.